كلمة لك عبد العزيز، هذه رفعت راس وقفه وقفت للدواشر والجمهور. والله كفو، نتعلم التحدي السنة الجاية إن شاء الله هنعلمه. Thank you.
مرحبا مسهلا مبروك 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 هنا موصل كل مطلب اكيد يعني هذه وقفتها خضره الليدي هذا مبروك هذا خضره مبروك هذه من ديناموسا الجميع حمر عين وهذه وقفة الدول لا وقفوا 20 وقفت لهم اليوم 50 طياح الله يبارك في عمرك يبارك للجميع